تدشين محطة تصفية المياه المستعملة بن خليل ومعاينة عدد من المشاريع هي أبرز محاور زيارة وزير الموارد المائية للعديد من المناطق بالولاية. هذه المحطة اللي راح تسمح بتزويد كذلك الفلاحين تاع هذيك المنطقة بالمياه المستعملة المطهرة، وعطينا تعليمات باش يقوموا بتهيئة مصب هذه المياه باش يستفادوا بها في الأشهر القادمة خصوصا في الصيف القادمة كل الفلاحين تاع المنطقة. القضاء على مشكل التموين بالمياه يكون من خلال الاعتماد على تحلية مياه البحر والإسراع في إنجاز المشاريع خاصة في مناطق الظل. راح نقوم ببعض الأعمال استعجالية باش نوفر لهم المياه كفاه. راح نديروا سهاليج ثابتة دونك دي سيترناج فيكس في كل منطقة، ويقوم الشاحنات تاع جزر المياه بتزويدهم بطريقة يومية. نقسم المعاناة، اوليو ذاك المواطن يروح يجيب بدون يمشي، حنا نلحقوا له الماء. وهذه التعليمة اللي مديناها لكل مدراء الولائيين والتعليمة اللي لحقت لكل الولات، ودرنا كأجل أقصى أجل أخير مارس نقضيوا على هذا المشكل على مستوى كل مناطق الظل. تنويع الموارد المائية هو السبيل الأمثل لمواجهة مختلف التحديات.